مساء الخير مشاهدينا الكرام، نحييكم مباشرة من ملعب 24 فبراير 56 بمدينة سيدي بلعباس، أين سنعيش وإياكم وبعد لحظات واحدة من أقوى مباريات هذه الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي تجمع بين اتحاد بلعباس وفريق شبيبة القبائل. يشاركني في التحليل الفني على هذه المباراة المحلل والمدرب والمكون جمال بن شادلي، أهلا ومرحبا بك. شكرا على الاستضافة، وكما يعني جرت العادة نتمنى إن شاء الله تكون مقابلة في القمة ما بين فريقين عريقين، حتى يعني يستمتع الجمهور في يعني في هذه المقابلة، وكذلك نأكد على شيء وهو الروح الرياضة إن شاء الله والمقابلة في المستوى. شكرا جمال. كذلك يرافقني في التعليق على هذه المباراة زميلي النشيط سيف الدين بن زردة المتواجد على أرضية الميدان، والذي سيرصد لنا كل كبيرة وصغيرة. مساء الخير سيف الدين بن زردة. مساء النور طه شعبان، مساء الخير مشاهدينا الكرام. تفضل سيف الدين، ربما معك المدرب زوبا الجيلاني. نعم طه شعبان، اليوم الأجواء باردة جدا في سيدي بلعباس، نتمنى أن تكسرها حرارة وتشجيعات المدرجات. يحضر معي اللحظة مدرب اتحاد بلعباس جيلالي زوبا. كوتش، اليوم ماذا يمكن القول عن جاهزية فريقك في هذه المباراة، وأنتم مطالبون اليوم بالفوز خاصة أمام فريق اسمه شبيبة القبائل يحتل المرتبة الثانية؟ يعني صراحة مقابلة صعبة، نتوقع أنها تكون صعبة ضد فريق يعني محترم شبيبة القبائل اللي تلعبها الأدوار الأولى البطولة الوطنية. احنا الوضعية تاعنا يعني كوننا اننا في مؤخرة الترتيب مطالبون بالفوز وب يعني بحصول على ثلاث نقاط، الثلاث نقاط يعني لها وزن كبير وثمينة. الحمد لله يعني التعداد راه مكتمل، عودة كل اللاعبين مصابين ومنقطعين، ان شاء الله يعني يكونوا جاهزين ويؤدوا مقابلة كبيرة، وان شاء الله يعني تكون المقابلة تولدها روح رياضية كبيرة فوق المدرجات وعلى البيسر الاخضر ان شاء الله. ان شاء الله حد موفق. نعم طه. سيف الدين بن زرده، بامكانك التقرب كذلك الى الطاقم الفني او احد لاعبي شبيبه القبائل قبل بدايه المباراه؟ اذا مباراه تكون صعبه بين اتحاد بلعباس وشبيبه القبائل. اتحاد بلعباس يحتل المرتبه 14 برصيد 18 نقطة، بينما فريق شبيبة القبائل يحتل المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة. مباراة اليوم تلعب بأهداف متباينة، فريق اتحاد بلعباس من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، وفريق شبيبة القبائل دائما يبحث عن مركز الوصفة، بما أنه الفارق بينه وبين المتصدر فريق اتحاد العاصمة قد توسع إلى 4 نقاط، يريد أن يقلص هذا الفارق. هي من المفروض يعني باش المقابلة هذه تكون في وتيرة تاعها تكون، لماذا؟ لأن الفريقين عندهم أهداف كما تفضلت وقلت متباينة، ولكن الشيء المهم هو أنها سوف تكون مقابلة يعني في القمة إن شاء الله. لماذا؟ لأن درجة التحفيز تاع اللاعبين هي مرتفعة جدا. لماذا؟ لأن فريق اللاعبين من فريق شبيبة القبائل يحب باش يتحصل على مرتبة جيدة، ولما لا الفوز بالبطولة. أما بعكس اتحاد بلعباس اللي هو يصارع من أجل البقاء، فكذلك هنا فيه تحفيز من محيط الفريق باش اللاعبين يأدوا مقابلة في القمة وفي المستوى باش يخرجوا بالنقاط الثلاثة. لهذا احنا نطلب إن شاء الله المقابلة تكون قمة تاعها كبيرة، ولكن يبقوا اللاعبين في إطار روح رياضية يعني مرتفعة، حتى يتمتع الجمهور سواء كان في الميدان أو على شاشة التلفاز بمقابلة لتكون يعني حقيقة ترجم وتعطي صورة جيدة لكرة قدم الجزائرية، خاصة أنه فريق شبيبة القبائل المنتشي بفوزه الأخير في الديربي القبائلي أمام مولودية بجاية يبحث اليوم عن حصد نقاط أخرى بملعب 24 فبراير، بينما فريق اتحاد بلعباس الذي انهزم في الجولة الماضية أمام فريق أولمبي المدية خارج الديار بنتيجة هدفين دون رد يبحث عن التدارك في مباراة اليوم، يريد هو الآخر الظفر
بهذه النقاط والابتعاد عن منطقة الخطر. إذن كل فريق يريد كسب الرهان في مباراة اليوم، فريق اتحاد بالعباس من أجل الابتعاد عن كوكبة المؤخرة، وفريق شبيبة القبائل لضمان مركز الوصفة. لمن ستكون له الكلمة في نهاية المطاف في هذا الحوار الكروي بين هاتين المدرستين العريقتين، شبيبة القبائل صاحبة الألقاب والإنجازات والتتويجات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، أو اتحاد بالعباس الذي ختم موسم 2018 بتتويجين، ختم موسم 2018 بتتويجين كأس الجزائر وكأس السوبر. إذن بدون إطالة مشاهدينا متابعينا، نوافيكم بتشكيلة الفريقين، والبداية مع الفريق الضيف فريق شبيبة القبائل، المدرب الفرنسي فرانك دوما اليوم سيدخل بالتركيبة البشرية الآتية: في حراسة المرمى صالحي، في الدفاع بليلي سعدو سوياد شتي، في الوسط بن خليفة بن يوسف وبن شعيرة، وفي الأمام نجد كل من تفني حمرون على الرواقين وبالغربي كقلب هجوم. تشكيلة الفريق المستضيف فريق اتحاد بالعباس اليوم يدخل بالتشكيلة الآتية: في حراسة المرمى غول نجيب، في الدفاع من اليمين إلى اليسار عبد اللي مسمودي قبلي باللبنى، في الوسط القرع لا يحيى لباني ثابتي كصانع ألعاب اليوم يعود للتشكيل الأساسي، على الرواقين نجد إسحاق بودا وبنوة عبد الصمد، وفي الأمام نجد هداف الفريق بن عياد كقلب هجوم. مباراة اليوم يديرها ثلاثي التحكيم رضوان نسيب 40 سنة، حكم فيدرالي منذ 2010، دار هذا الموسم 12 مباراة ما بين الرابطة المحترفة الأولى والثانية. اليوم الحكم نسيب يدير هذه المباراة بمعية الحكم المساعد الأول مغلوط رشيد والحكم المساعد الثاني تم رابط رشيد، بينما الحكم الرابع فهو عرباوي عبد الغني. اليوم مباراة راح تكون صعبة بالنسبة للفريقين في واحدة من أقوى مباريات الجولة 18، والتي تجمع بعد لحظات اتحاد بالعباس صاحب الأرض والجمهور والفريق الضيف شبيبة القبائل. القرع محمد أحد يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة المدرب جلالي زوبا، حتى كل المدربين الذين تداولوا على العارضة الفنية لاتحاد بالعباس الموسم الماضي أو في هذا الموسم الماضي مع شريف الوزاني سي طهر، أو في هذا الموسم مع التقني التونسي المعز بوعكاز، أو المدرب يوسف بوزيدي، بعد لحظات ستنطلق هذه القمة بين اتحاد بالعباس وشبيبة القبائل. مباراة تلعب لحساب الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. فريق اتحاد بالعباس يطمح لكسب النقاط الثلاث، ونفس الطموح بالنسبة لفريق شبيبة القبائل التي تنقلت للضفر بالنقاط الثلاث والعودة بنتيجة إيجابية. لمن ستكون له الكلمة في نهاية المطاف في هذا الحوار الكروي؟ نبقى نشاهد نرى ونترقب في هذه المباراة الصعبة. عبد اللي في تنفيذ التماس، عبد اللي كرة لصالح الاتحاد عن طريق العربي تبتي لعاد للتشكيل الأساسي لفريق اتحاد بالعباس. فريق اتحاد بالعباس اليوم المدرب جلالي زوبا قام بأربع تغييرات: بإقحام غول قبلي، عودة غول قبلي، لاباني وتبتي مكان كل من خضيرية عباس مترف وخالي. هذه المقارنة بالتشكيلة التي لعبت المباراة الماضية أمام أولمبي المدية، مخالفة لصالح اتحاد بالعباس
في التنفيذ العربي تبتي، راح تكون كرة دائرية. شوف عودة كلية لعناصر شبيبة القبائل في هذه اللحظات الأولى. العربي تبتي أمام الكرة، العربي تبتي كرته دائرية بعيدة من هناك، تبقى دائما في منطقة العملية، ثم بن شعيرة يمرر من هناك. شبيبة القبائل تخرج الكرة، البحث عن بالغربي، والحارس جيب غول في المكان المناسب. نشوف اخطاها، بان المقابله بدات بايقاع يعني نوعا ما مرتفع، بالخصوص من جانب اتحاد بلعباس اللي راه يحاول باش يضغط على الفريق شبيبه القبائل لتسجيل اول اهدافه في وقت مبكر، وهذا بعض الاحيان يكون يجعل اللاعبين يلعبوا بطريقه يعني فيه تسرع، والشيء اللي ما لازمش يكون في هذه المقابله، لان مقابلة فيها 90 دقيقة لازم يكون فيه التريث، يكون فيه التحكم في الكرة، ويكون فيه الاستحواذ عليها حتى يتمكن أن يجدون المساحات يعني السانحة لتسجيل الأهداف. لحد الآن شبيبة القبائل نشوف اللي فيه تمركز جيد، وبالخصوص على مستوى الدفاع اللي راهم متمركزين بعدد كبير حتى يقاوموا هجومات اتحاد العباس. إذن كرة في الوسط لصالح شبيبة القبائل. بليلي مضطر للعودة إلى الخلف، فين يتواجد سياد بن خليفة؟ سعدو نبيل القائد في صفوف شبيبة القبائل. الحكم نسيب يقول مخالفة لصالح الشبيبة. شبيبة القبائل تعتبر ثاني أحسن هجوم في البطولة ب 21 هدف بعد المتصدر فريق اتحاد العاصمة الذي سجل 31 هدف في 17 مباراة، بينما في الجهة المقابلة اتحاد بلعباس سجل 14 هدف فقط وتلقى 23. يعتبر دفاعه كثالث أضعف دفاع في البطولة بتلقيه ل 23 هدف. هذه أرقام يعني توضح نوعا ما مستوى الفريقين، ولكن بعض الأحيان تكون ما تكونش يعني عندها مصداقية. لماذا؟ لأن يمكن يكون فيه يعني فريق يعني محترم ويكون يعني يلعب بطريقة جيدة، ولكن نقص المهاجمين، نقص الفعالية الهجومية تخليه ما يسجل أهداف أخرى، وبالعكس يعني في الدفاع ممكن جدا نشوفه بعض الأحيان فرق تسجل عليها أهداف بسذاجة عن طريق كرات ثابتة، وهذا نقص التركيز إلى آخره. فبعض الأحيان عندها أهمية، ولكن ما لازم ناخذها بجدية كبرى، فالميدان هو الحق في الحكم وفي التحليل مستوى الفرق. ويبقى الميدان هو الفاصل، والحكم السيد نسيب هو الحاسم في قراراته. قول مخالفة لصالح شبيبة القبائل، الشبيبة التي تبحث عن تقليص الفارق مع الرائد اتحاد العاصمة الذي توسع إلى 4 نقاط كاملة بعد أن فاز الاتحاد في البحر الأسبوع الماضي على النصرية ب4 أهداف. إذا توسع الفارق، ولكن شبيبة القبائل اليوم منتشية بفوزها الأخير في الدربي القبائلي أمام مولودية بجاية، وتطمح للمواصلة بنفس النهج. كرة ملعوبة بشكل جيد، لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة. بن شعيرة بليلي مرة ثانية، تعود كرة عباسية في الوسط. شوف اللحظات الأولى كل فريق يريد الاستحواذ على معركة الوسط، كل فريق يريد الاستحواذ على الكرة وحرمان المنافس منها. كرة من هناك في الوسط ناحية بن يوسف، بن يوسف ينتظر المساندة، يبقى محافظ على كرته، يمرر من هناك ناحية شتي إلياس. بن يوسف اللي عاد اليوم إلى التشكيل الأساسي، المدرب ديما قام بتغييرين مقارنة بتلك التشكيلة التي لعبت الدربي القبائلي، بدخول بن يوسف وبالغربي مكان فيستون وأوتشي المتواجدان في كرسي احتياط شبيبة القبائل. كرة طويلة، كرسي احتياط الشبيبة يتواجد فيه كل من أوتشي، فيستون، تيزي بوعلي، بالقاسمي، كباري، أوقاسي، وبشكر كحارس ثاني.
أما دكة البدلاء بالنسبة لاتحاد بلعباس يتواجد فيها كل من عاشور، سوغر، بلح، والعباس، زروقي، مترف، والحارس الثاني زعراط. اتحاد بلعباس حقق الفوز بملعبه في الجولة ما قبل الماضية أمام وفاق سطيف، وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم. كل فريق يريد أن يكسب الرهان في هذه المباراة. بن خليفة في وسط الميدان يبقى محافظ على كرته أمامه تابتي العربي، والحكم للسيب يقول مخالفة لصالح الاتحاد المحلي. العباس اللي حقق الانتصار داخل الديار في ثلاث مناسبات، وتعادل في أربعة وانهزم في واحدة. شوف يعني ملاحظة هنا بالنسبة لشبيبة القبائل، وما تكون عندها الكرة دائما يلعب بطريقة يعني معاكسة، في عود يلعب في الأمام يرجع إلى الوراء ويحاول يلعب كرات قصيرة، لهذا جاءت هذه المخالفة وارتكب خطأ. العربي تبتي في تنفيذ هذه المخالفة، كرته ضارية من هناك، الحارس يتدخل ويبعد الخطر. تبقى دائما الكرة في منطقة العمليات، دائما كرة عباسية من هناك تهيئة الكرة. تبتي العربي يبقى محافظ على كرته، مراوغة رائعة. العربي تبتي بطريقة فنية رائعة يتمكن من تجاوز لاعبين والتسديد بالقدم اليسرى. ها هي مهارات العربي ثابتي الذي يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة المدرب جلالي زوبا. شوف هنا، شوف طريقة تجاوز اللاعبين والتسديد بالقدم اليسرى، إلا أنه كورتو مرت على جانب العمود الأيمن للحارس صالح. هو لاعب يعني ممتاز، شفنا الآن حركة يعني فنية يعني كبيرة يعني جيدة، وين تفادى لاعبين كانوا دايرين عليه الضغط وقذف الكرة ولكن ما كانت في الإطار. كنت رجعت إلى النقطة اللي تكلمت عليها، أن شبيبة القبائل لما تكون عندها الكرة من المفروض أن تلعب في الأمام بكرات يعني في اتجاه مرمى الخصم، وعكس هذا نشوف دائما كرات يعني قصيرة تلعب في المنطقة تاعها، مما يعني يشكل خطورة ل وكرة خطيرة من هناك لصالح الشبيبة، تسديدة لكن لم يحسن استغلال هذه الكرة. لم يحسن استغلال هذه الكرة على ما أعتقد بن يوسف. بن يوسف هذه كلها يعني أخطأها، أخطاء يعني ترتكب من طرف اللاعبين، من المفروض يكون لاعبين مستوى عالي، ما لازمش فرصة مثل هذه تضيع بهذا الشكل. كان على الأقل القطفة تكون في الإطار ويكون يعني الخدام تاعها يعني إيجابي، بالعكس كان هناك قطفة عشوائية خرجت خارج الميدان. إذن نلعب إلى غاية الآن الدقيقة العاشرة من زمن هذه المرحلة الأولى. دائما لا يزال التعادل السلبي سيد الأحكام في هذا الحوار الكروي بين اتحاد بلعباس وشبيبة القبائل. آخر مواجهة بين الفريقين كانت في مرحلة الذهاب وانتهت بفوز الشبيبة بنتيجة 3-2. كان سجل في تلك المباراة فيستون هدفين وبن يوسف هدف، بينما الهدف الوحيد للاتحاد كان سجله أيت فرقان الغائب عن مباراة اليوم. هناك ثلاث غيابات عن تشكيلة في تشكيلة اتحاد بلعباس، غياب خالي زكريا وأيت فرقان وبودا إسحاق بسبب الإصابة، بينما تشهد التشكيلة عودة اللاعب بالحول إلى المجموعة والذي يتواجد في كرسي الاحتياط. بالنسبة لتاريخ المواجهات طه، تواجه الفريقان في 9 مواجهات منذ عودة اتحاد بلعباس إلى الدرجة الأولى، 4 انتصارات لاتحاد بلعباس و5 للشبيبة، وتواجه الفريقان في 4 مناسبات هنا بسيدي بلعباس، فاز الاتحاد في 3 وفازت الشبيبة في 1، كانت موسم 2013-2014. هل سيتكرر سيناريو 2013 أم هل سيتكرر سيناريو الموسم الماضي لما فاز الاتحاد؟ نبقى نشاهد لمن ستكون له الكلمة في نهاية المطاف في هذه المباراة الصعبة إلى غاية الآن. بليلي، بليلي، توزيعة ممتازة صعبة خطيرة، لم يحسن استغلال هذه الكرة اللاعب لاعب الشبيبة. تبقى دائما الكرة في الوسط، كانت محاولة ممتازة لصالح شبيبة القبائل. عبد اللي مضطر للعودة إلى حارسه نجيب غول.
لو نشاهد اللقطة مرة ثانية، كانت واحدة من أخطر المحاولات. هنا نشاهد اللقطة، شوف التوزيعة من بليلي ورأسية تفني، شوف هنا رأسية تفني. شيء عجيب يعني لما نشوف اللاعب يرتقي بشكل جيد، ولكن قطف الكرة بالرأس كان في اتجاه المعاكس، كان يعني خارج المرمى، وهذا شيء غير مفهوم. ممكن كان ديزيكيليب من طرف المدافع، ولكن لحد الآن أخطأها بكل صراحة. ما نشوفه يعني كرة قدم ولا مستوى يعني مقبول، لأن فيه يعني أخطاء عديدة ترتكب، ما فيش يعني استحواذ على الكرة، حتى تمركز اللاعبين ما راش يتغير من حالة الهجوم إلى من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، فهي تمركز مشابه، كل اللاعبين يعني يلعبوا تقريبا في شكل ثابت. لما نرجع على خطة اللعب لفريق اتحاد العباس اللي يلعب بربعة 4-2-3-1، خطة يعني فيها الحذر وفيها كذلك انتقال الهجوم بسرعة مع بنو وبودا وبن عياد، ولكن لحد الآن ما شفناش يعني هجومات يعني منظمة، سواء كان يعني من الشبيبة أو من اتحاد العباس. شوف يعني الشيء اللي كنت أتكلم عليه هو أن دائما اتجاه الكرة من طرف اتحاد أو شبيبة القبائل، رغم عنده الكرة يبقى يلعب في المنطقة تاعه بدون محاولة الذهاب إلى الأمام، ما عدا هات اللقطة من طرف الحارس اللي يبعث الكرة إلى الأمام بتغيير طريقة عشوائية. من المفروض الآن يكون فيه أكثر يعني استقرار وأكثر استحواذ على الكرة حتى يتمتع الجمهور الكريم بالمقابلة كما ينبغي. إذن كرة في الوسط لصالح شبيبة القبائل، شوف بن يوسف، كل الكرات تمر على هذا اللاعب بن يوسف اللي عاد اليوم للتشكيل الأساسي لشبيبة القبائل. بن خليفة عودة إلى الوراء من أجل بناء اللعب، شوف هنا كرات قصيرة بين عناصر الشبيبة. بن غربي عاد إلى الوسط من أجل جلب الكرة، دائما شوف هنا قص الكرة، كانت نقلات ولكن عرضية وعودة إلى الخلف، هنا خطأ على لاعب بونوا إسحاق، هنا خطأ واضح ومخالفة لصالح اتحاد بلعباس. نجد الاتحاد يلعب على الرواقين ببونوا عبد الصمد وإسحاق بودا على الجهة اليمنى، بينما كقلب هجوم نجد بن عياد، فقط هناك غيابين في تشكيلة الاتحاد. أعيد وأكرر، غياب خالي زكريا وأيت فرقان نبيل. إلى غاية الآن جمال بن شادلي ربع ساعة لم نشهد فيه الكثير إلا محاولتين، محاولة من تبتي وتفني. حقيقة لأن نظن الحالة النفسية اللاعبين هي اللي راهي تخلي اللاعبين يتصرفوا بهذه الطريقة، فيه تخوف ممكن جدا، سواء كان وبالخصوص فريق اتحاد العباس اللي يخاف أكثر من التعثر على أن يحقق نتيجة إيجابية. ولكن من المفروض في هذه الجولة، هذه رانا يعني في الجولة 18، المفروض نشوفوا مستوى أحسن ومستوى عالي، سواء كان من شبيبة القبائل اللي هي معروفة يعني قاريا، وكذلك اتحاد العباس اللي هي معروفة كذلك. من المفروض نشوفوا كرة قدم أحسن وأجمل من هذا، ولكن نظن الحالة النفسية تاع اللاعبين هم فيه توتر، فيه يعني خوف اللي يخليهم باش يلعبوا بهذه الطريقة. طه، نعم سيف الدين، تغير في هذه الأثناء في صفوف شبيبة القبائل، خروج بن خليفة بسبب الإصابة ودخول يوبا أوقاس، أول تغيير في صفوف شبيبة القبائل وهو تغيير اضطراري. إذن أول تغيير اضطراري في تشكيلة شبيبة القبائل بدخول اللاعب أوقاس يوبا مكان خليفة. كرة من هناك لصالح الشبيبة عن طريق بن شعيرة، بن شعيرة يمر من هناك ناحية تفني، تفني حول المرة عن طريق المراوغة والتوزيعة، وكورتو مباشرة إلى 5.50 متر.
شوف كذلك لقطه مثل هذه يعني ما كانش كاين يعني التركيز المطلوب باش يمد كره على هذا المستوى. ما لازمش نشوف اخطاء مثل هذه، اخطاء يعني فنيه محضه، لان ما كانش فيه ضغط كبير على اللاعب وما قدرش يدير يعني تمريره يعني اللي تسمح للاعبين الزملاء تاعو باش يسجلوا الاهداف واللي يكون يعني قطفه في نهايه المطاف. فمثل هذه الاخطاء تخلي المقابله يعني تفقد يعني النكهه تاعها وتفقد المستوى المطلوب. لهذا على اللاعبين، على بن يوسف ينطلق من هناك، لكن التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق قبلي إسحاق. دائما نشوف مد وجزر في منطقة الاتحاد، ثم محمد القراع يمرر من هناك ناحية باللبنى. اللبنى يستفيد من مخالفة لصالح اتحاد بالعباس. ننتظر أداء أحسن من الجانبين في هذه اللحظات. إسحاق بودا يمرر من هناك ناحية العربي تبتي، العربي تبتي يراوغ بطريقة ممتازة، فعل كل شيء العربي تبتي في اللقطة الماضية إلا التسجيل. فعل كل شيء العربي تبتي في اللقطة الماضية إلا التسجيل. انطلق، راوغ، سدد، والعارضة تحرم العربي تبتي من افتتاح مجال التهديف. يعني ما من مطلوب نشوفوا يعني لقطات مثل هذه في مستوى تاعنا، مستوى المحترف الأول. لاعب لحد الآن في اتحاد العباس اللي بعد قطفتين، واحدة في الإطار لهذه الأخيرة واحدة خارج الإطار، ولكن لاعب ممتاز، لاعب تشوف يعني مهارات فنية ومستوى تكتيكي عالي، ولكن هذا يبقى فرد، يبقى لاعب واحد. هيا الإعادة. شوف الحركة، كان فيه ذكاء لضرب الكرة في القائم الثاني، ولكن كان نظن كان الحارس لمس الكرة اللي خلى الكرة تكون يعني خارج داخل الإطار، ما قدرتش تدخل. ولكن شوف التمويهات، شوف المراوغات تاع الجميلة. احنا للأسف نشوفوا بعض الأحيان مهارات فردية، ولكن المطلوب على هذا المستوى أن يكون هناك الأداء الجماعي. عبد اللي توزيع مرة أخرى لصالح الاتحاد، والحكم سيد نسيب يقول مخالفة لصالح دفاع الشبيبة. اتحاد بالعباس يريد الضغط في هذه اللحظات بعد أخطر محاولة في اللقاء إلى غاية الآن، بعد مرور بالضبط 19 دقيقة من زمن هذه المرحلة الأولى. هنا كان الارتقاء على حساب المدافع. يعني نوضح الفكره اللي كنت نتكلم عليها، هو ان لازم على الفرق هذه مثل فرق كبيره وعريقه مثل شبيبه القبائل اتحاد بالعباس ان يكون هناك يعني مخطط لعب، يكون استراتيجيه، نظام لعب مفهوم وملحوظ، ولكن لحد الان ما شفناش فيه حركات، فيه يعني محاولات فرديه ما راهيش تجيب الفائده يعني الفريق. نتمنوا ان شاء الله بعد المرور بعد الدقائق نشوفوا اداء احسن ان شاء الله. طه، ونحن ندخل الربع الثاني، ربع ساعه الثاني من المباراه، تقول لك ان اعلى نسبه اهداف كانت سجلها اتحاد بالعباس كانت في هذه الفتره ما بين الدقيقه 15 و30 ب 35%. اذا سنشاهد الإحصائيات. هل ستنطبق المعادلة في هذه المباراة أم لا؟ ماذا هناك؟ ما كانتش حركة متعمدة، رغم أن هناك يعني لمس اللاعب بالمرفق، ولكن ماشي بشكل متعمد، كانت الحركة تلقائية. إذن تعود الكرة، تستنف المباراة في الوسط. القراع يمرر من هناك ناحية مصمودي. محمد القراع، رقابة مفروضة على كل لاعبي اتحاد بالعباس. انتشار جيد للشبيبة،
في الوقت اللي يضغط فيه عناصر اتحاد بالعباس. كرة من هناك ناحية تفني، تفني ماسينيسا انطلق في الرواق الأيسر، طلبها في العمق بالغربي لكن يفضل تمرير ناحية حمرون. كان بإمكانه تفني تقديم الأفضل في اللقطة الماضية. المدرب الفرنسي فرانك دوما يبحث عن الانتصار العاشر لشبيبة القبائل في هذا الموسم. في هذا التنقل الصعب هنا إلى مدينة سيدي بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي الطامح هو الآخر لتحقيق الانتصار الخامس له في مشواره في هذا الموسم مع المدرب المساعد اللي أصبح هو من يشرف على الطاقم الفني للاتحاد المدرب جلالي زوبا. عبد الصمد بنوا، عبد الصمد بنوا كورته في العمق، في العمق البحث دائما عن بن عياد لكن رقابة لصيقة مفروضة على المهاجم بن عياد، تارة من سعد نبيل وتارة أخرى من سياد بدر الدين. شتي، شتي مرة من هناك ناحية تفني، تفني ينتظر المساندة، التوزيعة من هناك لكن باللبنة يبعد الخطر ثم حمرون، والحكم سيد نسيب يقول مخالفة لصالح شبيبة القبائل بعد عرقلة على المهاجم حمرون. حمرون رزقي هداف شبيبة القبائل بأربعة أهداف. هناك ثلاث لاعبين من الشبيبة يحتلون صدارة الهدافين في الشبيبة القبائل، أوتشي وفيستون وحمرون بأربعة أهداف. أوتشي وفيستون اليوم المدرب فرانك دوما فضل تركهما في كرسي الاحتياط. هذا جانب من أنصار شبيبة القبائل الذين تنقلوا اليوم بكثرة إلى ملعب 24 فبراير بمدينة سيدي بلعباس. نفس الشيء بالنسبة لأنصار الاتحاد، هم الآخرون فضلوا أن يحضروا إلى هذا العرس، هذه القمة الكروية التي تجمعهم مع الشبيبة القبائلية. إذن مخالفة لصالح شبيبة القبائل. نجيب غول في توجيه الحائط البشري. مخالفة أمير بليلي أم تفني؟ أمير بليلي والتسديدة، والحارس غول نجيب في المكان المناسب. كانت تسديدة قوية من أمير بليلي إلا أن الحارس نجيب غول كان في المكان المناسب. تبقى دائما الكرة قبائلية لكن تروح مباشرة سهلة إلى الحارس نجيب غول. شوف أرضية ميدان زالجة، هذا بسبب تهاطل الأمطار على مدينة سيدي بلعباس. القرع، القرع في الوسط طلب الكرة من هناك باللبنة، باللبنة صعد للمساندة الهجومية أمامه بنوا، باللبنة يبقى محافظ على كرته مضطر للعودة إلى الخلف أين يتواجد القرع. القرع العربي تبدي ثم بنوا، بنوا يبحث عن الثغرة للتسديد وتسديدته سهلة فلتت من يدي الحارس صالحي عبد القادر. صالحي عبد القادر حارس السابق لشباب بالوزداد وجمعية شلف 26 سنة. صالحي عبد القادر شف ركنية لصالح اتحاد بلعباس
في التنفيذ إسحاق بودا. إسحاق بودا كورتو دائرية في القائم الثاني في منطقة العمليات أو في علامة الجزاء. المدرب دوما غير راضي عن أداء لاعبيه في هذه 26 دقيقة الأولى من زمن المرحلة الأولى. شتي شتي العربي تبتي كرة في الوسط تعود عباسية من هناك لصالح الاتحاد. غول نجيب قبل إسحاق. حسب مجريات المقابلة الهدف مستحيل أن نرى هدفا في داخل يعني بعد لقطة يعني جماعية ولقطة لعب. المفروض يجي الهدف بعد ضربة يعني ثابتة لأن ما فيش محاولات، ما فيش مبادرات، ما فيش حالات لعب هجومية أو دفاعية. فكل كلا الفريقين هو يلعب بطريقة محتشمة. شوف الكرة عند اتحاد العباس وهم وما نفس الشيء يلعبوا في الوراء، يحاولوا يلقوا الحلول وراء عندك يعني كذلك خطأ آخر. فنفس الشيء هناك لعب يعني تقريبا عشوائي، ضياع الكرة بسرعة لما تكون على الكرة عند الفريق مثل الشبيب القبائل. المفروض الآن يذهب إلى الأمام ويحاول باش يبادر في الهجوم، ولكن هناك دائما تصرفات معاكسة في تمريرات عرضية، تمريرات عرضية، الرجوع إلى الوراء مثل هذه الحركة، وهذا شيء غير مقبول حقيقة من مستوى قسم أول محترف. هنا من المطلوب يلقى الحلول، الذهاب إلى الأمام وليس الرجوع إلى الوراء. شوف شوف يعني تقريبا عادات يعني تعلموها اللاعبين من المنطقة الهجومية يرجع إلى الدفاع. هذا ليس لبناء اللعب ولكن تخوف وعدم أخذ المبادرة وعدم يعني الذهاب إلى الأمام، وهذه يعني ضعف وهذا نقص في مستوى بعض اللاعبين. ولهذا نقول بأن لحد الآن ما شفناش يعني مستوى يكون في المطلوب من الجماهير أو حتى المشاهدين على مستوى التلفزيون باش يشوفوا مقابلة تجلب يعني المشجعين إلى آخره. إذن نتمنى إثارة أخرى، نتمنى أن يجازف أكثر كل فريق في الهجوم حتى نشهد الأهداف التي تبقى غائبة في هذه المباراة. كيف لا، وكرة القدم عودتنا دائما التحدث بلغة الأهداف. كرة في الوسط لصالح اتحاد بالعباس. الاتحاد في صناعة اللعب دائما عن طريق محمد القرع. محمد القرع يبقى محافظ على كورتو، يتفوق عليه في الوسط وقاسي. تعود عباسية الكرة، العربي تبتي، العربي تبتي الآن محمد القرع. محمد القرع مضطر للعودة إلى الخلف، جميع منافذ اللعب مغلقة، ما فيش مساحات خالية. رقابة لصيقة على كل اللاعبين. عبد الصمد بنوة لما تغيب الحلول ربما ينسوش إلى هدف، راح يكون عن طريق عمل فردي أو تسديد من بعيد، لكن إلى غاية الآن نبقى ننتظر من سيكون صاحب المبادرة. يعني طه شبيبة القبائل فريق سجل 8 أهداف فقط خارج الديار في 8 مباريات، وفشل في تسجيل في 6 مباريات خارج الديار، وتلقى دفاعه فقط 3 أهداف. يعني خارج الديار شبيبة لعبت 8 مباريات، فازت في 3، تعادلت في 3، وانهزمت في 2. فازت، يجب أن نشير إلى هذا بأن الشبيبة خارج الديار فازت أمام مولودية الجزائر بخمسة أهداف دون رد. فازت كذلك أمام شبيبة صورة بهدف مقابل شبيبة صورة، وفازت كذلك أمام وفاق سطيف بهدف دون رد. يعني شبيبة القبائل جمال بن شادلي فازت أمام فرق تلعب الأدوار الأولى.
ممكن جدا يعني خارج الديار وكذلك امام فرق يعني محترمه، ممكن جدا التحفيز تاع اللاعبين يخليها يؤدي اداء اكثر. والركنيه من هناك لصالح الشبيبه، الدفاع يتدخل ثم التسديده والدفاع مره ثانيه، تجمع وتكتل دفاعي من جانب اتحاد بلعباس في هذه اللحظات. لو نشهد هدف في هذه المباراة سيتغير رتم هذه المواجهة بين هذين الفريقين. لعب بالنار هنا صالحي في اللقطة الماضية، بليلي أن نلعب دقيقة 32 من زمن المرحلة الأولى بين اتحاد بلعباس وشبيبة القبائل، دائما تعادل سلبي بين الفريقين. كرة في الوسط، حكم نسيب يقول مخالفة لصالح الاتحاد. لم نشهد في هذه النصف ساعة الأولى فرص خطيرة من الجانبين ما عدا فرصتين واحدة أو اثنتين من جانب اتحاد بلعباس عن طريق تابتي إثر التسديد من بعيد، وفرصة واحدة للشبيبة عن طريق المهاجم تفني. كرة لصالح الاتحاد في محاولة لصنع الخطر، انطلاقة من هناك ممتازة، شوف سلسلة من المراوغات، إلا أنه الغلبة تغلب الإرادة في اللقطة الماضية وتعود الكرة لصالح الشبيبة والانطلاقة من هناك ناحية تفني. تفني في الرواق الأيسر ينتظر المساندة تأتي له من شتي، إلا أنه التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق بودا إسحاق ليقوم بالعمل الدفاعي أكثر من العمل الهجومي. ما شاهدناش بودا إسحاق في العمل الهجومي من ناحية تموين المهاجمين بالكرة السانحة. أنا نظن حسب رأيي يعني إرشادات وتوجيهات المدربين خلات باش يطلبوا من اللاعبين يكونوا أكثر حذر وأكثر يعني دفاع من الهجوم، ولو أنه يلعب في الميدان تاعه من المفروض أن يلعب أكثر هجوميا حتى يحقق نتيجة إيجابية ويفوز بالمقابلة، ولكن نشوف بأن اللاعبين مربوطين بإرشادات ونصائح من المدربين على أن يكونوا في الدفاع أكثر من الهجوم، وهذا شيء يعني غير منطقي لأن كرة القدم هي. وكأنه هنا المخرج مصطفى حسيني يريد أن يقول شيء، كنا شاهدنا أوتشي وفيستون هدافا شبيبة القبائل، كل واحد سجل 4 أهداف، يتواجدان في كرسي الاحتياط، ربما المدرب ديما يفضل إقحامهما في المرحلة الثانية. وعلى كل حال المدرب عنده الدوافع نتاعها للعب أي لاعب، ولكن نشوف أن المهاجمين بالنسبة لشبيبة القبائل لحد الآن ما راهمش فعالين، ما راهمش يعني عندهم أداء كبير، لأن في أخطاء عديدة في التمرير، في أخطاء عديدة في القذف، فكل القذفات كانت خارج الإطار، وكل التمريرات يعني داوها المدافعين تاع اتحاد العباس، فهناك خلل مانيش عارف هل ترى الخلل جاي من التعب من القلق من الضغط، فممكن جدا هنا في الشوط الثاني يكون في إعادة نظر في التمركز، إعادة نظر في تغيير لاعبين. حتى سي جمال بن شدلي شاهدنا يعني تفني وحمرون يلعبان كثيرا في وسط الميدان اكثر من الهجوم، يعني ابقاء بالغربي معزول في الامام، لان هذه ارشادات ونصائح المدربين على اساس انهم يعودوا لمسانده الرفقاء وغلق المنافذ للاتحاد العباس حتى ما يقدرش يلعب، ولكن بعض الاحيان لما نتحكم لما نعاود ترجع الكره لازم يكون في اعاده تمركز اللاعبين في الهجوم حتى يتمكن لهم ان يؤدوا يعني اداء احسن في هجوميا. جمال بن شادلي، لا تعتقد ان ايضا لغه الحسابات تطغى على الاداء في هذه المباراه؟ اتحاد بلعباس احد المهددين بالسقوط يريد الفوز، وكذلك شبيبه القبائل تلعب من اجل البطوله ولا تريد ان تخطئ اليوم وتريد ان تستثمر في تعادل اتحاد العاصمه البارحه امام اهل البرج. ولكن ميدانيا اخ بن زرده ما راناش نشوف هذا الامر اللي يتكلم عليه، ما فيش مبادرات، ما فيش عدد كبير من الهجومات وعدد كبير من خلق الفرص، فكل اللعب منحصر على مستوى وسط الميدان، فيه تمريرات صغيره، ما فيش ايقاع كبير، ما فيش مسافات كبيره يقطعوها اللاعبين، فهناك ريتم
منخفض جدا مهما كان الهدف تاع الفريقين. فمن المطلوب ان يكون في هذه الاشياء اللي تكلمت عليها وهي خلق فرص عديده من الاهداف، تمريرات طويله، قذفات كثيره تكون في الاطار الى اخره. اذا مخالفه لصالح الاتحاد في 9 دقائق الاخيره من زمن الوقت الرسمي للمرحله الاولى. كره عباسيه، ترك الكره اسحاق بودا، لاباني، كرته طويله لكن التغطيه الدفاعيه حاضره عن طريق سعد نبيل ثم بن يوسف يراوغ بطريقه ممتازه، تبقى دائما الكره لصالح الشبيبه. شوف هنا دائما تباطؤ في بناء الهجوم يسمح باعاده التمركز الدفاعي بالنسبه لاتحاد بن العباس. بن شعيره كرته ممتازه من هناك لكن التغطيه الدفاعيه حاضره. هناك تباطؤ كثير من الجانبين في العمل الهجومي خاصة في المرتدات، حتى هناك صراعات ثنائية في الوسط. الحكم نسيب قول عودة إلى الخطأ لصالح الشبيبة. إذن مخالفة لصالح الشبيبة في التلفيت صاحب الاختصاص بليلي كورتو، دائرية لم تجد أحدا في الاستقبال. تشوف يعني حقيقة سمحوا لي على كل حالة كان تكلمت أكثر أشياء سلبية على الإيجابية لأن ما راناش نشوفوا أشياء إيجابية كثيرة. فمثل هذه الكرات الثابتة في المستوى العالي والمستوى العالمي فهي نسبتها كبير في التهديف. لحد الآن ما شفناش يعني ولا ضربة يعني ثابتة كان فيها خطورة كبيرة. فمن المفروض على اللاعبين سواء كان اتحاد بن العباس او شبيبة قبائل ان يستغلوا بطريقه جيده هذا النقاط القوه تاع الضربات الثابته لتكون يعني لها فائده ولها يعني تكون سبب كبير على تحقيق الفوز وتحقيق النتائج الايجابيه في كره القدم. من المفروض كذلك ان تكون هذه الاشياء تعمل في الحصص التدريبيه حتى يتمكن ان يخلق ديناميكيه، يخلق اليات بين اللاعبين حتى يتمكنوا من تسجيل اهداف عن طريق الركنيات او عن طريق يعني الاخطاء ما يسمى بالكوفران لبالاريتي الى اخره. لحد الان فيه عدد كبير من الكرات الثابته ولكن ما فيش اي حاجه حدثت بعد مرور تقريبا 40 دقيقه وهذا شيء يعني سلبي بالنسبه لي. نظن نشوفوا ان شاء الله صوت ثاني احسن من هذا اذا كان في تدخل المدربين. وهذا ما يتمناه الانصار هنا بملعب 24 فبراير بمدينه سيدي بن العباس، هذا ما ينتظره المشاهدون من وراء الشاشه الصغيره عبر قنوات التلفزيون الجزائري. كره طويله مباشره، البحث عن بن يوسف والحكم رضوان نسيب اليوم قريب من كل اللقطات، يقول مخالفة لصالح اتحاد بن العباس. بعد أن تلقى لاباني كان هناك احتكاك مع أحد اللاعبين. كرة طويلة، البحث عن بالغربي غربي عبد الوحيد، ما شاهدناش كثيرا في هذه المرحلة الأولى. هو هداف الرابطة المحترفة الثانية الموسم الماضي مع فريق شبيبة بجاية.
يبقى ربما المنظومة الهجومية بالنسبة لفريق شبيبة القبائل ربما راح المدرب ديما مع المرحلة الثانية راح يقوم ببعض التعديلات حتى نشاهدوا فرص حقيقية، حتى نشاهدوا عمل هجومي أكثر، حتى نشاهد حملات هجومية. نفس الشيء بالنسبة للمدرب جلالي زوبا. المفروض لأن المدربين الآن هما بصدد الملاحظة. شوف هنا شوف هنا شوف هنا شوف هنا المحاولة خطيرة، والحكم يقول الحكم يقول مخالفة لصالح شبيبة القبائل قبل 4 دقائق على نهاية الوقت بدل أو الوقت الرسمي لهذه المرحلة الأولى. شوف هنا الإعادة، مخالفة بعد عرقلة حمرون، ها هي الإعادة. لا يعني مخالفة واضحة، يعني اللاعب ما لعبش الكرة، راح مباشرة إلى رجل اللاعب المهاجم، وهذه ممكن جدا هذا إذا كان عارفوا كيف يستغلوا ممكن جدا تجيب كرة الهدف، وعارفوا كيف يتعاملوا مع الكرة، وممكن جدا بآلية أو بعمل جماعي يقدروا يباغتوا المدافعين وحتى حارس مرمى اتحاد العباس. ولكن نعود ونقول يعني للأمانة لازم نتكلم على شيء هام جدا، وهو أن بعض الأحيان تصرف اللاعبين فوق الميدان وهذه الأخطاء وهذه السلبيات ما تكونش يعني راجعة لعدم العمل تاع المدربين، ولكن عمل هو نوع من ارتجال من اللاعبين فوق الميدان، ما يحترموش بعض الأحيان نصائح المدربين، ما يطبقوش خطة اللعب المطلوبة، فهناك ارتجال، فهناك لعب فردي يطغى على اللعب الجماعي، مما يؤدي إلى أن نرى هذه الأمور السلبية اللي ما تكونش يعني في المساواة، وما تفرحش الجماهير وما تفرحش المتفرجين. إذن مخالفة لصالح شبيبة القبائل من موقع يشكل خطورة على مرمى الحارس نجيب غول، كرة في الوسط، هذه الكرات اللي تشكل خطورة على مرمى الحراس. شوف هنا مضطر نجيب غول أنه يختار جهة ويضع الحائط البشري في الجهة المقابلة، من وراء الكرة؟ بليلي أمير، بليلي أمير أو حمرون رزقي، من سيتولى تنفيذ هذه الكرة؟ هل ستفتتح الشبيبة مجال التهديف قبل الالتحاق بغرف تغيير الملابس، أم هل سيكون هناك كلام آخر؟ حمرون حمرون حمرون، كل العيون تشاهد حمرون، يا له من هدف، هدف من أروع ما يكون، حمرون بهدف مجنون يأتي لأنصار الشبيبة بالهدف المضمون، وفرحة كبيرة وسط أنصار الشبيبة الذين تنقلوا اليوم هنا بكثرة إلى ملعب 24 فبراير. شوف هدف من أروع ما يكون من اللاعب حمرون جمال بلشادلي. كنت تكلمت عليه يعني قبل دقائق بأن الهدف سيأتي عن طريق ضربة يعني ثابتة، لأن حسب مجريات المقابلة شوف يعني هدف جميل جميل جدا في ارتماءه، ولكن ما قدر يدير حتى شيء، ولكن كنت تكلمت بأن من غير من المستحيل أن يجي الهدف عن طريق اللعب، لأن ما فيش حركات ما فيش مبادرات، جاء كما تكلمت عن طريق ضربة ثابتة، وشاهدنا يعني لقطة يعني جميلة جدا، ونتمنى نشوفوا أهداف كذلك مثل هذه ولو أنها بضربات ثابتة، ما يهمش، الأهم هو أن نشوفوا أكثر نشاط وحيوية وانسجام من طرف الفريقين، ونتمنى إن شاء الله المقابلة تأخذ مسار يعني أحسن، وما يكونش فيه يعني مناوشات من طرف بعض العمالين كما نشوفوا الآن. مقابلة كرة القدم تبقى مقابلة كرة القدم، اتحاد العباس عنده إمكانيات باش يرجع في المقابلة، وصل مرات عديدة إلى المرمى ولكن كان فيه ارتباك، كان فيه عدم تركيز مما أدى إلى ضياع هذه الفرص. إذن هدف دون رد لصالح شبيبة القبائل هنا بملعب 24 فبراير بمدينة سيدي بلعباس، كرة دائرية من هناك في منطقة العملية، ثم الحارس صالحي يبعد الخطر وتفني مباشرة ناحية الأمام. نلعب الآن الوقت بدل الضائع من زمن هذه المرحلة الأولى، دقيقتين كوقت بدل ضائع.
العربي تبتي يبقى محافظ على كرته. العربي تبتي مضطر للعوده الى الخلف ليتواجد القراع. القراع يبحث عن التوزيع ناحيه عبد اللي، لكن التغطيه الدفاعيه حاضره والانطلاقه من هناك هجمه مرتده. لا، الحكم السيد نسيب يقول مخالفه لصالح بعد لمسه يد لصالح اتحاد بن العباس. تبقى تفصيلنا حوالي 30 ثانيه على نهايه هذه المرحله الاولى. حمرون نصب نفسه هدافا لفريق شبيبه القبائل بخمسه اهداف له. إذن حمرون بهذا الهدف الجميل، واحد من افضل واحسن الاهداف في البطوله الى غايه الان. فك الشراكه مع فيستون وكذلك اوتشي. ينصب نفسه هدافا لشبيبه القبائل بخمسه اهداف. مخالفه لصالح الاتحاد، مخالفه لصالح اتحاد بالعباس. هل سيتمكن الاتحاد من تعديل النتيجه قبل الالتحاق بغرف تغيير الملابس؟ هل سيتمكن الاتحاد من تعديل النتيجه ام هل سيكون للحارس صالحي كلام اخر؟ محمد القراع، محمد القراع في تنفيذ هذا الخطا. محمد القراع او العربي تبتي، عوده كليه لعناصر شبيبه القبائل في هذه اللحظات، هذه اللحظات الاخيره، هذه اللحظات الحاسمه. محمد القراع والكره تصطدم بالحائط البشري، تروح مباشره من هناك خارج المستطيل الاخضر. دائما تبقى الكره عباسيه. شوف تكتل دفاعي من جانب عناصر الشبيبه، وفي هذه الاثناء تنتهي المرحله الاولى لصالح شبيبه القبائل الفريق الضيف الذي تفوق بنتيجه هدف دون رد. مشاهدينا متابعينا، الموعد يتجدد واياكم، وسنلتقي واياكم بعد نشره الاخبار، نشره الخامسه التي تاتيكم استثناء اليوم في هذا التوقيت. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تحية مجددة، نعود بأسماء حضراتكم مجددا إلى هذا النقل المباشر لمباراة اتحاد بالعباس وشبيبة القبائل. شوط أول انتهى بفوز الفريق الضيف الشبيبة بنتيجة هدف دون رد. الهدف حمل توقيع المهاجم رزقي حمرون في الدقيقة الثالثة والأربعين إثر كرة ثابتة. كما نشاهد كان هدف رائع سجله حمرون، وكان في وقت حساس حقيقة، وهذا كنت تكلمت عليه في مجريات المقابلة في الدقيقة العشرين أو الخمسة وعشرين. قلت من المستحيل أن يجي هدف عن طريق حالة هجومية من كلا الطرفين، لأن ما كانش في مبادرات، ما كانش في يعني أخذ المبادرة من طرف اللاعبين، شفنا لاعب سلبي جدا. وقلت بأن الهدف سواء كان اتحاد العباس أو حتى شبيبة القبائل سوف يأتي عن طريق ركنية أو عن طريق ضربة ثابتة من الشيء اللي شفناه الآن. إذا كان عندي كلام نقوله يعني في المقابلة، لو نتحدث عن هذا الهدف كما كنا نشاهد، يعني الهدف كان موقع التنفيذ كان في الوسط، ربما هذه الكرات هي اللي تغلط حراس المرمى، هو يختار جهه ويوضع الحائط البشري في جهه، يعني ماشي لما تكون الكره على الجهه اليمنى او على الجهه اليسرى. هو في طبيعه الحال يعني وضعيه الكره كانت وضعيه يعني ايجابيه كثير، حتى كل اللاعبين اللي يضربوا مليح الكرات الثابته يحبوا يعني المكان هذا، لان يعني عندها سواء كان بالنسبه اللي يلعب بالرجل اليمنى او اليسرى، لان حتى الحارس المرمى هنا تصعب عليه الامور. اذا كان من المفروض ممكن جدا الحارس يغير المكان تاعه او يزيد عدد اللاعبين في الجدار او يلقى يعني حلول اخرى، ولكن على العموم كان يعني هدف تلعب بطريقه جميله وعنده يعني اثر كبير على المقابله. ونتمنى ان شاء الله تكون عوده الفريق يعني اتحاد العباس حتى تكون المقابله احسن. اذا لو نعود الى مجريات اللعب، شاهدنا بانه اللاعب انحصر في وسط الميدان، كل فريق يلعب بأربعة إلى خمسة لاعبين في الوسط، ربما هذا الشيء اللي جعل جميع منافذ اللعب مغلقة، ما شاهدناش فرص حقيقية للتهديف، ما شاهدناش الكرات السانحة بالنسبة للمهاجمين. شوف أنا حسب الرؤية تاعي متواضعة،
شفت بأن في الوهلة الأولى أن الفريقين يلعبوا بنفس الطريقة تقريبا 4-2-3-1، فهي طريقة مثلى سواء كان دفاعيا وحتى من الناحية الهجومية، لأن يكون في تحرك وتنقل سريع للاعبين على الأطراف ويرجعوا هما ثلاثة يزيدوا في عدد المهاجمين، ولكن ميدانيا ما شفناش التغيير هذا تاع تموضع اللاعبين من الوضعية يعني الوضعية الدفاعية إلى الوضعية الهجومية، كان فيه بطء، كان فيه تباطع، كان فيه رتم ناقص جدا، ما عدا يعني اللاعبين اللي لاحظتهم كانوا فعالين سواء كان بالنسبة للشبيبة أو اتحاد بالعباس، لاعب بن يوسف اللي كان عنده أثر في اللعب والتحكم في اللعب الجماعي تاع الفريق خاصة في وسط الميدان، وسط الميدان، وكذلك بالنسبة لاتحاد بالعباس لاعب تابتي العربي اللي كان عنده يعني أحيانا يكون فيه مردود فردي وجاب يعني قطفة في كان في المستوى طه كانت في العارضة في العارضة طه. وكذلك قطفة أخرى كان خارج الإطار، ولكن اللاعب الوحيد اللي يقوم بالمبادرات ما شفناش بن عياد، ما شفناش بودا، ما شفناش حتى المدافعين على الأروقة اللي لازم يعطوا سند للهجوم، كان فيه يعني تقريبا جمود كبير على مستوى الشوط الأول. نتمنى إن شاء الله هذا من المفروض المدربين يعطوهم الإرشادات والنصائح حسب معطيات الشوط الأول باش يغيروا طريقة اللعب تاعهم. وبهذا الخصوص ربما سيف الدين بن زردة مع أحد اللاعبين أو المدرب. معي سليمان رحو المباشر. سليمان يعني سجلت هدف في وقت حساس جدا في الشوط الأول، ربما ما هي أهم النصائح اللي عطيتوها اللاعبين باش تحافظوا على النتيجة؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا النصائح واش نقول لك، حنا جينا باش نسيطروا على المقابله، عندنا لاعبين ممتازين، اهم النصائح هي انك تلعب بسرعه وتيسي باش تلعب وتروح المكائن الاماكن اللي نقدروا نديروا فيها اللعب. دونك الحمد لله حنا سينا باش نقولوا للاعبين باش يظهروا بمستوى جيد ويحافظوا على الكره ويقدروا يروحوا ونقدروا عندنا حلول باش نزيدوا اهداف كثيره، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. طه، اذا كان هذا التصريح مساعد المدرب شبيبه القبائل سليمان رحو حول اهم النصائح اللي عطاها للاعبين خلال فتره الراحه. شكرا سيف الدين بن زردة. اذا بعد لحظات ستنطلق المرحله الثانيه من مباراة اتحاد بالعباس وشبيبة القبائل، شوط أول انتهى بتفوق الشبيبة بنتيجة هدف دون رد، شوط ثاني سيدخله الاتحاد من أجل التعديل والشبيبة من أجل الحفاظ على النتيجة. إذن بعد لحظات ستنطلق المرحلة الثانية بين اتحاد بالعباس وشبيبة القبائل. نذكر لمن التحق بنا في هذه الآونة ولمن فاته الوصف أنه الفريق الضيف شبيبة القبائل دخل بالتشكيلة الآتية: صالحي بليلي، سعدو، سويات، شتي، بن خليفة اللي ترك مكانه لأوقاسي في العشرين دقيقة الأولى، بن يوسف، بن شعيرة، حمرون، تافني، وبالغربي. بينما اتحاد بالعباس دخل بالتشكيلة الآتية: في حراسة المرمى غول، عبد اللي، مصمودي، قبلي، باللبنى، لقرع، لاباني، إسحاق، بودا، تابتي العربي، بنوة، وبن عياد. مباراة اليوم يديرها الحكم السيد رضوان السيب بمعية الحكم المساعد الأول رشيد مغلوط ورشيد تمرابط، أما الحكم الرابع فهو عرباوي عبد الغني. الحكم السيد نسيب يأمر بتنفيذ المخالفة مع الصافرة ومن مكان وقوعها. اتحاد بالعباس يدخل المرحلة الثانية في محاولة لتعديل النتيجة والشبيبة للحفاظ على الفوز لغاية الآن. تابتي العربي في تنفيذ الخطأ، كرة دائرية في القائمة الثانية صعبة ممتازة، والكرة تجانب العمود الأيسر للحارس صالحي. الكرة جانبت العمود الأيسر للحارس صالحي. شوف هنا الاتحاد بالعباس يدخل بقوة في هذه المرحلة الثانية، وركنية أخرى لصالح الاتحاد دائما في التنفيذ. العربي تبتي ممتازة في القائمة الأول،
وخمسة أمتار وخمسين، خمسة أمتار وخمسين لصالح شبيبة القبائل التي تحتل مركز الوصفة ب 32 نقطة، بينما اتحاد بلعباس يحتل المرتبة الرابعة عشر برصيد 18 نقطة. شبيبة القبائل تسعى اليوم في هذه المباراة لتقليص الفارق مع متصدر الدوري الجزائري فريق اتحاد العاصمة، بعد أن اتسع الفارق في إلى أربع نقاط تريد أن تقلصه إلى نقطة واحدة. تغير بعض لحظات في صفوف اتحاد بلعباس، المهاجم بالأحول راح يدخل مكان إسحاق بودا. إلى غاية الآن جمال بن شادلي ثلاث دقائق أو أربع دقائق الأولى شاهدنا اتحاد بلعباس يعني تخل بقوة، يعني تخل بقوة ولكن بنوعا ما فيش يعني تريث، ما فيش تحكم في الأعصاب. نشوف الآن اللاعبين يتنرفزوا بطريقة يعني سريعة، وهذا من غير مطلوب، لأن المطلوب الآن هو التحكم في الأعصاب ومحاولة التماشي مع مجريات المقابلة وإيجاد الحلول المناسبة لتعديل النتيجة. هذا كما بدأوا في الشوط الأول كذلك بدأوا بهذا الريتم، ولكن مطلوب أن يغيروا طريقة اللعب تاعهم، يحاولوا يهاجموا بكثافة، لأن ما شفناش هجوم مهاجمين كتار في الهجوم، دائما نلقوا يعني بالعياد بطريقة منفردة. الآن عليهم بالتريث والتحكم في الأعصاب ومحاولة تغيير طريقة الهجوم حتى يتسنى لهم بتسجيل الأهداف. وتغيير سيف الدين بدخول بالأحول. نعم، ومن دون شك أنصار شبيبة القبائل يتذكرون هذا الاسم جيدا. بالأحول كيف لا، وهو الذي سجل هدف الفوز في كأس الجمهورية في الموسم الماضي. بالأحول يأخذ مكانه في تشكيلة المدرب زوبا نجيب مكان إسحاق بودا. هنا المدرب جمال بن شادلي قام بتغيير منصب بمنصب، ربما بالأحول إمكاناته يلعب أكثر في الهجوم أكثر من إسحاق بودا، يروح للأمام، ولو أن بودا ما جاتش يعني كرات عديدة، ربما التعليمات اللي بودا كان يلعب في الوسط ممكن جدا. ولكن لما نتكلم على بالأحول ممكن عندها خبرة كبيرة أو يكون مردوده أكبر، لأن يعني من المفروض عليه الآن تغيير اللاعبين لإعطاء يعني ديناميكية جديدة للفريق حتى يتمكن بتسجيل الهدف التعادل، وبالخصوص في هذه الأوقات، لأن إذا كان مر الوقت غادي تصعب الأمور والشبيبة تتحكم أكثر في المقابلة. من المفروض الآن يكون فيه تسجيل التعادل لاتحاد بلعباس. طه، أذكر بأن مدرب الحراس علي بن عدة هو من يشرف على فريق اتحاد بلعباس من بقل الاحتياط، لأن الجلالي زوبا لا يملك إجازة أو رخصة للإشراف على الفريق. فريق اتحاد بلعباس يبقى دائما يعاني بعد أن كان يشرف على الطاقم الفني المدرب أو التقنية التونسي المعز بوعكاز، جاء المدرب يوسف بوزيدي ثم جلالي زوبا. كرة من هناك ناحية بلحول، بلحول يحاول المرة عن طريق المراوغة أمامه بليلي، شوف هنا إرادة كبيرة من بلحول، ثم العربي تابتي، العربي تابتي توزيع ممتازو، وخمسة أمتار وخمسين كانت محاولة ممتازة لصالح اتحاد بلعباس عن طريق بن عياد، عن طريق بن عياد. بن عياد لم نشاهده كثيرا، لكن بن عياد لما توصلوا الكرة يكون الخطر في صفوف المنافس. شاهد هنا كورتو جانبت العمود الأيسر للحارس صالحي عبد القادر، هي أول كرة من بن عياد، كرة خطيرة منذ انطلاق المقابلة، ودائما وراء هذه الكرة العربي تابتي اللي قلنا أنه اللاعب الناشط في هذا الفريق تاع اتحاد بلعباس. إذا كان زادوا حاولوا داروا محاولة أكثر فممكن يجي الهدف تاع التعادل من طرف اتحاد بلعباس.
إذا كرة لصالح الاتحاد عن طريق بلحول، بلحول يمرر من هناك ناحية بلبنا، بلبنا بلحول، والكرة تعود لصالح شبيبة القبائل، الشبيبة الباحثة عن تقليص النتيجة بينها وبين المتصدر اتحاد العاصمة الذي تعادل بالأمس، تبحث عن تقليص النتيجة. إذا بقيت النتيجة على حالها الفوز للشبيبة، تبحث عن تقليص النتيجة إلى نقطتين. هذا بعد قبل المباراة كان 5 نقاط بين شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، الاتحاد الذي لعب مباراة بالأمس وتعادل أمام أهلي برج بوعريريج. سوغار يهيئ من في نفسه من جانب اتحاد بلعباس لأخذ مكانه بعد لحظات قليلة. مهاجم آخر سيضيفه المدرب العدة بن علي في صفوف اتحاد بلعباس. إذن هي ورقة هجومية أخرى لصالح اتحاد بلعباس الذي يريد أن يلعب الكل في الكل، بما أنه منهزم فوق أرضية ميدانه وأمام أنصاره. والتغيير بنسبة كبيرة سيكون خروج لعبان الوسط الميدان الدفاعي في اتحاد بلعباس. فهو يعني تغيير تكتيكي بطبيعة الحال، إقحام مهاجم آخر و المجاسبة بإخراج لاعب وسط ميدان من المفروض يفقد توازن اتحاد بلعباس، لأن ما لازمش نفكر إلا في تعديل النتيجة ونخلي مساحات في وسط الميدان وفي الوراء، لأن ممكن جدا الشبيبة يكون عندها فرصة لإضافة أهداف أخرى، فيجب الحذر. حتى المهاجمين اللي دخلوا لازم تكون عندهم مهام دفاعية والرجوع مع الفريق لمحاولة الدفاع واسترجاع الكرة. دائما التغييرات لما نغير ما لازمش نفكر إلا بمهاجمين 100%، ولازم تكون عندهم الكفاءة بالقيام بمهمة الهجوم وكذلك محاولة مساندة الزملاء في الدفاع. إذن اتحاد بلعباس يريد أن يلعب الكل في الكل في هذه المباراة، في هذه الدقائق المتبقية من زمن المرحلة الثانية. نحن نلعب 9 دقائق الأولى من زمن هذا الشوط الثاني، مازال الكثير في هذه المرحلة الثانية. بإمكان الشبيبة أن تسجل كما بإمكان الاتحاد هو الآخر أن يسجل. كرة عباسية عن طريق محمد القرع، سوغار في أولى كرته، محمد سوغار في الوسط يمرر من هناك ناحية تبتي العربي الذي يستفيد من مخالفة. تبتي العربي كورتو ضارية ممتازة، ولكن الكرة اصطدمت بأحد اللاعبين. ماذا هناك؟ الحكم يقول 5.50 متر. هناك احتجاجات من قبل لاعبي اتحاد بلعباس، راح نشاهد بالعرض البطيء. ربما الحكم هنا سيد نسيب سيشهر بطاقة صفراء في وجه أحد اللاعبين. هي بطاقة صفراء في وجه اللاعب بلحول. نشاهد هنا ها هي الإعادة. كرة كان ضربت رأس أحد لاعبي شبيبة القبائل. منطقي نظن كان مدافع تاع اتحاد شبيبة القبائل هو اللي خرج الكرة، كانت مفروض ركنية. لكن هذا لا يستدعي أن يكون هناك تصرف مثل هذا حتى يخرج اللاعبين من المقابلة ويجعلهم يكونوا متوترين في الأعصاب تاعهم. لازم هنا كما تكلمت تكون فيه تريث ويكون فيه تحكم في الأعصاب وتسيير مقابلة بطريقة أحسن، لأن الحكم مثل اللاعبين يصيب ويخطئ وهو جزء من اللعبة. كرة لصالح الشبيبة تعود لصالح الاتحاد في هجمة مرتدة من هناك ناحية بلحول. بلحول يحاول المرور عن طريق المراوغة، سبق كورته كثير بلحول، تروح مباشرة إلى 5.50 متر لصالح شبيبة القبائل.
تسبق كورتو كثير في المحاولة الأخيرة. المهاجم بالحول ما شاهدناش يعني استغلال للمرتدات أو للهفوات الدفاعية. هو لاعب يعني راه دخل في الشوط الثاني وممكن جدا لا أتحدث عن بالحول بل أتحدث عن العموم في هذه المباراة. يعني عدد عدم استغلال الكرات المرتدة والهفوات الدفاعية هذا مشكل اللاعب الجزائري بصفة عامة وليس باللاعب الاتحاد العباس، وهو أن التحكم في الأعصاب والشخصية القوية والتجربة والخبرة تجعل من اللاعبين مهما كانت الظروف يكون فيه تحكم في الكرة ويكون فيه تريث ويكون فيه أشياء بنوة ممتازة بنوة توزيعة. لكن شوف هذه الأخطاء ترتكب راجعة للضغط الكبير، ممكن هذا الضغط لازم يغيروه يولي من السلبي يولي في الإيجابي، ولكن التخوف الخوف من الخسارة والخوف من ردة فعل الجمهور يخلي اللاعبين يتردوا ويرتكبوا أخطاء لتكون العواقب تاعها بعض الأحيان وخيمة. ولكن المطلوب هنا على المدربين أنهم يعقلوا اللاعبين ويطلبوا منهم يعني التريث والتحكم في الأعصاب. إذن كرة لصالح شبيبة القبائل عن طريق بليلي، كرة سهلة في أحضان الحارس نجيب غول، تعود الكرة عباسية عن طريق العربي تبتي، يغير من هناك ناحية المدافع الأيسر باللبنى، اللبنى محاصر من حمرون. قبل إسحاق عبد الصمد بنوة محمد القراع، كرة دور كما ينبغي في هذه اللحظات بين عناصر اتحاد بالعباس والتوزيعة من باللبنى، إلا أنه التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق بليلي أمير. تبتي بنوة، بنوة من الوسط ينتظر المساندة، تأتي له من هناك عن طريق باللبنى، باللبنى التوزيعة، ولكن الدفاع يتدخل عن طريق سعد نبيل. تبقى دائما الضغط في هذه اللحظات من جانب عناصر اتحاد بالعباس. نظن فريق شبيبة القبائل هو في خطة امتصاص ردة فعل العنيفة تاع اللاعبين تاع اتحاد العباس ودفعهم لارتكاب الأخطاء والتعب حتى يتمكنوا من التحكم في الكرة فيما بعد بطريقة جيدة. نشوف بأنهم ما يغامروش في الهجوم، راهم يلعبوا عن طريق الهجمات المعاكسة. مرون ثم التسديدة من بن شعيرة، كنا شاهدنا التسديدة من بن شعيرة، قبلي إسحاق اليوم لي عاد للتشكيل الأساسي في غياب خالي زكريا، غياب خالي زكريا وأيت فرقان، نتمنى لهم الشفاء العاجل. إذن كرة عباسية في الوسط، العربي تبتي مرة ممتازة من هناك ناحية بالحول، بالحول بالحول يراوغ بطريقة ممتازة، بالحول هيئة الكرة تسديدة، لكن الدفاع بالمرصاد، استماتة دفاعية من جانب عناصر الشبيبة، ثم باللبنى مرة أخرى باللبنى، والحارس صالحي في المكان المناسب، صالحي عبد القادر في المكان المناسب، صالحي 26 سنة الحارس السابق لشباب بالوزداد وجمعية شلف. دائما شبيبة القبائل تبقى منتصرة هنا بملعب 24 فبراير بنتيجة هدف دون رد، لو تبقى النتيجة على حالها راح تقلص النتيجة أو تقلص الفارق بينها وبين الرائد اتحاد العاصمة إلى نقطتين. ركنية لصالح الشبيبة، كان الهدف الوحيد لصالح شبيبة القبائل سجل إثر كرة ثابتة.
شتي التوزيعة ممتازة ثم التسديدة من أوقاسي، تسديدة أوقاسي بدون عنوان مباشرة إلى 55 لصالح الحارس نجيب غول. الشيء الملاحظ طه حول اتحاد بالعباس، الفرق بين اتحاد بالعباس في مرحلة الذهاب وفي مرحلة العودة هو أن اتحاد بالعباس كان يسجل في مرحلة الذهاب عديد الأهداف كانت تجي على الأطراف، يعني مع وجود زواري على الجهة اليمنى وكذلك نبيل العماري كيلعب كظهير أيسر. وكرة ممتازة من هناك لصالح الاتحاد، ولكن تسديدة تبتي كانت بعيدة عن مرمى الحارس صالحي بعد جملة فنية ملعوبة بشكل جيد. كنت أريد أن أتحدث وأواصل مع زميل سيف الدين بن زردة وأقول بأنه الاتحاد يعاني في هذا الموسم، يعني زواري كان معروف عليه يعني من الجهة اليمنى بالتوزيعات الدقيقة وكذلك نبيل العمارة. نعم يعني غدر الفريق، واتحاد بالعباس ينهي مرحلة التحويلات الشتوية لأول مرة منذ انطلاق عهد الاحتراف بدون انتدابات بسبب قضية الديون المتراكمة على الفريق، وسينهي الموسم ب 25 لاعب بعد مغادرة اسمين لامعين نبيل العمارة وزواري. نبيل العمارة إلى فريق مولودية الجزائر وزواري إلى اتحاد العاصمة. وهذا بعد أحيان أخطاء مرتكبة من طرف المشرفين على الفريق، يعني ضياع لاعبين ممتازين وبالخصوص المهاجمين اللي راهم يعني عددهم قليل في البطولة الوطنية. وكرة من هناك لصالح الشبيبة تروح مباشرة إلى 55. نعم تفضل جمال مشهد. تنقول بأن سبب هذه النتائج السلبية هو التسيير غير صحيح من طرف المشرفين على الفريق، وهو يعني خلوا لاعبين ممتازين يروحوا في أندية يعني عندها لاعبين، فمن المطلوب أن يكون فيه يعني تحليل ويكون فيه دراسة جيدة وفيه تمعن في اختيار اللاعبين و يعني إدماج لاعبين إلى آخره، فهذا شيء هام جدا في تحقيق النتائج الإيجابية في كرة القدم وليس إلا أداء اللاعبين فوق الميدان. والأغرب من ذلك أنه يحدث في فريق يعني حقق كأس الجمهورية والكأس الممتاز. طبيعة الحال من المفروض يكون فيه تحسن وتحسين الأداء فيما يخص التسيير وليس العكس، لأن سمعة الفريق وهو في التركيبة تاعه في تسيير شؤونه الإدارية المالية الفنية الطبية إلى آخره، هذا هو الفريق الكبير وهذا هو الفريق اللي عنده كي نقولوا احنا باللغة الفرنسية سيلكتور. اليوم نشوف اتحاد عباس أخطاء مثل هذه هيكلة الهيكلة أخطاء مثل هذه تأثر بشكل كبير على أداء الفريق اللي نشوفه اليوم يصارع ويحاول باش يؤدي يعني ما عليه، ولكن فيه صعوبة كبيرة وبالخصوص أمام فريق اللي راه كذلك حاب النقاط الثلاثة وراه منظم، نشوفه فيه منظم هجوميا وحتى في الدفاع، وبالخصوص في الدفاع هناك دفاع يعني جماعي كبير من طرف كل اللاعبين ويلعبوا بعض الأحيان على المرتدات، وهذا يعني استراتيجية معقولة ومنطقية إلى حد الآن. وكرة من هناك ناحية بنوة أكثر من المراوغات، تعود الكرة لصالح شبيبة القبائل عن طريق بن يوسف. بن يوسف يمرر من هناك ناحية أوقاسي، أوقاسي يبقى محافظ على كرته ينتظر المساندة، لكن هناك تغطية دفاعية من جانب محمد القرع. كنت تتحدث عن شبيبة القبائل عن الانتشار الجيد للشبيبة في هذه المباراة، أو نقدر نقول بأن المجموعة المتلاحمة التي يملكها المدرب دوما هي سر تألق ونجاح شبيبة القبائل في هذا الموسم، لأن الشبيبة ما فيهاش أسماء أو نجوم ولكن المجموعة هي سر تألق الفريق. حقيقة ما تقول يعني شيء يعني هام جدا، وهو أن المشروع اللي داروه يعني المسؤولين وحتى الطاقم الفني تاع الشبيبة وهو يعني تكوين مجموعة بغض النظر عن الأسماء، ولحد الآن الخطة المنتهجة والسياسة المنتهجة راهي جابت ثمارها، راهي يعني نتائج إيجابية لحد الآن.
والتوزيع من هناك، لكن الدفاع يتدخل ويبعد الخطر. شوف نشاهده في المرحلة الثانية أن الشبيبة تعتمد على الهجمات المرتدة، تبقى تنتظر المنافس ثم تنطلق في الهجمات المرتدة سواء عن طريق تافني أو بن يوسف. بن يوسف وصلت الكرة، بن يوسف خطيرة خطيرة، والهدف الثاني لصالح الشبيبة. الهدف الثاني لصالح الشبيبة في الوقت اللي كنا نتحدث فيه بأنه شبيبة القبائل تعتمد على الهجمات المرتدة. شوف هنا هجمة مرتدة، الشبيبة تتمكن على إثرها من تعميق الفارق بعد عمل ممتاز في الجهة اليمنى عن طريق تفني. وراح نشاهد ونتأكد من مسجل الهدف طهر. على ما أعتقد بالغربي، نعم بالغربي كان سيخرج في هذه اللحظات ويدخل مكانه أوتشي، ولكنه تمكن من تسجيل الهدف. وبالغربي يتمكن من تسجيل وتعميق الفارق قبل خروجه بلحظات. فرحة كبيرة وسط أنصار شبيبة القبائل الذين تنقلوها هي الإعادة. شوف كرة طويلة ناحية بن يوسف، شوف بالغربي وضع نفسه في مكان يسمح له بتسجيل وتعميق الفارق بكل أريحية. والآن سيخرج بالغربي، سيخرج بعد أن أهدى الشبيبة الهدف الثالث في هذه المباراة. حقيقة كان من المنتظر نشوف سيناريو مثل هذا، لأن لاعبين اتحاد العباس محاولة منهم باش يسجلوا أهداف التعادل خلاو مساحات كبيرة وخلاو فراغات كبيرة في الوراء، الشيء اللي استغلوه لاعبين تاع شبيبة القبائل وسجلوا هدف ثاني اللي صعب أكثر المهمة تاع اللاعبين تاع اتحاد العباس. لماذا تكلمت الأول على التريث والتعقل والتحكم في الكرة جماعيا؟ لأن مقابلات مثل هذه ما لازمش لها يعني اللاعبين يتنرمزوا، ما لازمش اللاعبين يلعبوا فوضى، لأن ما هيش فريق اتحاد شبيبة القبائل، الفريق يعني راه في نشوة، راه في يعني نيتا ديسبري يعني إيجابي. حتى ولو نلاحظوا كيفاش رامي يلعبوا، رامي يلعبوا واحد الطريقه يعني فيه نشوه في اللعب، فيه بران دو بليزير يعني، وهذا هذا اللي يخلي اللاعب الجزائري يؤدي مقابلات في المستوى لما يكون فيه راحه البال، لما يكون فيه استقرار الى اخره. فمن المطلوب ان اللاعبين تاع اتحاد العباس انهم ما يتقلقوش، وكل شيء ممكن لحد الان ولو ان اللاعبين 70 دقيقه 20 دقيقه باقي من اللعب، لان شفنا في المقابله اللي داروها ضد اتحاد العاصمه كانوا يعني خاسرين في المقابله ورجعوا وداروا التعادل. فكل شيء ممكن، ولكن بشرط ان يكون هناك تحكم في الاعصاب وهناك يعني عقل يعني مدبر، وتكون فيه يعني لعب جماعي وفي مسانده جماعيه سواء كان في الدفاع او في الهجوم. إذن هدفان دون رد لصالح شبيبة القبائل هنا بملعب 24 فبراير بمدينة سيدي بلعباس أمام الاتحاد المحلي، ونحن نلعب الدقيقة 70 من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة كرة في الوسط. شبيبة القبائل تلعب بذكاء كبير، تسير في المباراة بذكاء كبير في الوقت اللي رمى أشبال المدرب جلالي زوبا بكل ثقلهم ناحية الأمام من أجل تعديل النتيجة. الشبيبة بقيت تنتظر المنافس وتعتمد على الهجمات المرتدة التي أتت إحداها بالهدف الثاني عن طريق اللاعب بالغربي وحيد قبل خروجه ببضع لحظات وترك مكانه للمهاجم النيجيري أوتشي. أوتشي هو الآخر أحد هدافي الشبيبة بأربعة أهداف. اليوم حمرون نصب نفسه الهداف الأول لشبيبة القبائل بخمسة أهداف، ثم يأتي أوتشي وفيستون بأربعة لكل منهما. كرة لصالح الشبيبة عن طريق
شتي سلسله من المراوغات، يبقى محافظ على كورتو، يحاول التوزيع ممتازه من هناك، ولكن كورتو مباشره الى 5 متر و50 لصالح الحارس نجيب غول. شوف ان الخطه المنتهجه يعني واضحه من طرف شبيبه القبائل، واذا كان يعني ختموا المقابله بهذه الطريقه نظن الامور تصبح يعني صعبه جدا بالنسبه للاتحاد العباس، وهي ان الفريق ككل يرجع. حتى نشاهد نوع من الارتباك في صفوف لاعبي اتحاد بن العباس. طبعا لان ما فيش مساحات، رجعوا الى خطه 4-2-3-1، يبقى المهاجم اوتشي في الهجوم، ما تبقى من اللاعبين يرجعوا في تغطيه المساحات على مستوى وسط الميدان وكذلك على مستوى الاروقه في اليمين وفي اليسار، وكذلك حراسة اللاعب تيرتي اللي هو الآن شفنا عنده الكرة، اللي هو أخطر لاعب في اتحاد عباس، نظن كان فيه تعليمات لمراقبة هذا اللاعب ومحاولة أن تكون عنده حراسة شبه يعني تامة على اللاعب تيرتي. كرة لصالح الاتحاد عن طريق محمد القراع، يبقى محافظ على كورتو، يمرر من هناك ناحية باللبنة، طهير الأيسر مضطر للعودة إلى الخلف أين يتواجد مصمودي بوعلام قبلي. بونوا يترك الكرة، ستي إلياس تروح مباشرة إلى 5 متر و50. شبيبة تسير في المباراة كما ينبغي، متفوقة بنتيجة هدفين دون رد أمام فريق اتحاد بالعباس. الشبيبة دائما متشبتة بمركز الوصافة، لو تبقى النتيجة على حالها الفارق سيقلص إلى نقطتين. بالحول في الوسط طلب الكرة العربي تبتي، الآن بنوا من هناك ناحية عبدلي، ارتباك واضح في صفوف عناصر اتحاد بالعباس. سيناريو الهدف الثاني لم يكن متوقع، كانوا ينتظرون تعديل النتيجة إلا أنه جاءهم الهدف الثاني الذي باغتهم وبغت الجميع هنا بملعب 24 فبراير بمدينة سيدي بالعباس، إلا أنه شبيبة القبائل إلى غاية الآن انتشار جيد فوق أرضية الميدان، متحكمة في زمام الأمور، تعرف متى ترفع من نسق اللعب ومتى تخفض من رتم المباراة. تعرف ان في كرة القدم ان هناك زيادة عن الصراع يعني اللعب والجانب التكتيكي، هناك صراع نفسي، ان حتى يعني شبيبة قبائل كان في الشوط الاول مرتبكة وارتكبوا اخطاء كثيرة وما كانوش متحكمين في الامور مثل الان، ولكن انقلبت الامور وصبح الفريق تاع شبيبة قبائل مرتاح نفسيا وهو يسير في المقابلة كما ينبغي، لان فريق اتحاد بالعباس راه يعني منهار وفقد الامل، وهذا شيء خطا كبير لان مازال 15 دقيقه في المقابله زياده على الوقت الضايع، فيها اشياء كثيره تقدر تحدث اذا كان هناك صرامه وهناك مواظبه وهناك تكتيف من الهجمات وخلق فرص التهديف، هذا الشيء ما نش نلاحظوه، فكانما المقابله انتهت واللاعبين قبلوا الوضع هذا، وهذا شيء خطا يعني لازم اللاعبين يكون عندهم مستوى عالي من الناحية النفسية. وهناك استماتة كبيرة في دفاع شبيبة القبائل الذي يعتبر ثاني أحسن دفاع في البطولة بعد تلقيه لعشرة أهداف، بينما أحسن دفاع في البطولة فريق شبيبة الثورة التي تلقت 7 أهداف فقط. كرة لصالح الاتحاد في الوسط، أوتشي ما شاهدناهش كثيرا منذ دخوله، ما تلقاش كرات، لكن بإمكانه صنع الخطر هذا المهاجم النيجيري. القراع تبتي
تبتي في الوسط ينتظر المساندة تأتي له من سوغار. سوغار تحركت الجهة اليسرى منذ دخول باللحول ولكن الفعالية تبقى غائبة في صفوف الاتحاد. كرة طويلة مباشرة ناحية بن عياد لكن الحارس صالحي في المكان المناسب كان أسرع من المهاجم في اللقطة الماضية. عبد اللي الآن أمام أوقاسي. عبد اللي ناحية سوغار ثنائية ممتازة لكن كرة سريعة. اتحاد بلعباس رغم تأخره في النتيجة إلا أنه ليست هناك كثافة عددية في الهجوم. يعني نظن كما تكلمت فيه يعني قبول الوضع الراهن و في استسلام في استسلام فوالا هذه الكلمه اللي كنت نبحث عليها في استسلام. ولو انك كما تكلمت مع الاخطاها وهو مازال متسع من الوقت اذا كان بالجمهور هذا بالميدان تاعهم يقدروا يرجعوا في النتيجه على الاقل نحاول على الاقل نحاول ولكن ما لازمش نستسلم بهذه الطريقه لان وبعض الاحيان نعذروا اللاعبين هادو اللي راهم نظن يشتغلوا في اوضاع يعني صعبه وفي ظروف صعبه لان ما فيش مدرب ممكن جدا هذا شيء اثر كثير. الانصار غاضبين وهذا شيء يعني مشروع لان المناصر يحب الفريق تاعه ينجح وبالخصوص اتحاد بلعباس يعني تعودوا على النتائج الايجابيه من السنه الماضيه وكذلك هذه السنه. للاسف نشوف بان الاستسلام هذا شيء خطير جدا وحتى خطير حتى بالنسبه للمقابلات اللي جايه. المقابلات تكون اصعب لازم على الاقل يديروا اللي عليهم وكما نقولوا احنا لما تجي النتيجه في الاخير ما يندموش عليها لان لازم يكون فيه محاولات خاصة أنه فريق اتحاد بلعباس لا تزال تنتظره مباريات هامة وقوية والبداية ستكون في الأسبوع الماضي في ديربي الغرب أمام فريق مولودية الأسبوع المقبل عفوا في ديربي الغرب أمام فريق مولودية وهران ثم أمام فريق شباب قسنطينة. طبيعة الحال هذا نقول لازم يقوموا بالعمل تاعهم إلى غاية آخر دقيقة من المقابلة ولو أنه يخسروا في المقابلة هذا شيء مازال ما راش محسوم ولكن حتى ولو خسروا بالمقابلة أو تعادلوا ما يكونش فيه ندم وما يكونش فيه تأثير على المقابلات اللي راهي جاية لأن الاستسلام هذا سوف يكون له يعني تأثير سلبي على مردود اللاعبين في المستقبل وهذا ما نتمناه إن شاء الله لاتحاد بلعباس. مازال يعني الوقت الكافي للرجوع في المقابلة وفي الرجوع في البطولة ولكن بشرط أن تتضافر الجهود وأن كل اللاعبين والطواقم الفنية والطبية وكذلك الإدارية تقوم بالدور تاعها كما ينبغي. وورقة هجومية أخرى يستعملها فرانك دوما بإدخال فيستون مكان تيفني. أنا نظن هذا هو المعمول به في المستوى العالي. ما لازمش لما نفوز بهدفين نرجع إلى الوراء وندير خطة دفاعية بالعكس يقول أحسن دفاع هو الهجوم. لما تبادر بالهجوم تخلي المخصم دائما في ضغط مستمر ضغط نفسي وتخليه يدافع أكثر منه يهاجم. فنظن هذه خطة منتهجة من طرف المدربين تاع شبيبة قبائل خطة يعني سليمة. تسديده محاولة ممتازة من سوغار تسديدة قوية جنبت العمود الأيسر للحارس صالحي. سوغار في محاولة ما شاهدناش تسديدات من خارج منطقة العمليات. شوف هنا ها هي التسديدة جنبت العمود الأيسر للحارس صالحي كانت تسديدة قوية من سوغار. لأن هذه شيء إيجابي كثر من هذه المبادرات حتى ممكن جدا يسجلوا أهداف ولكن الاستسلام غير مطلوب وما يجيب أي فائدة. كرة خطيرة أخرى لصالح الشبيبة وفيسون لم يتمكن من هذه الكرة. العمل الذهني شيء مهم شيء هام جدا 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 ما كانش يعني شوف خطا كي دايره يعني ضياع الكرة بسهولة جدا كبيرة بسهولة كبيرة. شوف الشبيبة القبائل القى المساحات الكافية للعب والحفاظ على الكرة لأن حتى اللاعبين تاع ما راهمش يرجعوا بكثافة. شوف هنا لكن سوء تفاهم ولكن نظن انا لازم عمل كبير ومن الناحيه النفسيه بالخصوص على فريق اتحاد بلعباس ان يتدارك الامور قبل فوات الاوان
لان اللاعب لازم يكون تحضر نفسيا في المستوى حتى يتمكن من مباشره كل المقابلات في البطوله، سواء تلعب على البطوله او تلعب على البقاء، فدائما الجانب النفسي يلعب دور كبير حتى يكون اللاعب في احسن الظروف للعطاء والمردود الكبير في مقابلات كره القدم. وهذا يبقى مشكل في كل اللاعبين الجزائري، يعني هذا خاص حتى يعني ماشي يعني في الاكابر، هذا لازم يكون في تكوين حتى من بالنسبه للفئات الصغرى، يعني اللاعبين لازم يتكونوا نفسيا وتكون عندهم شخصيه قويه، تكون عندهم يعني الجانب الارادي يلعب دور كبير في كره القدم، لهذا لازم العمل يكون في كره ممتازه من هناك ناحيه العربي تبتي، العربي تبتي امامه امير بليلي، توق امير بليلي على العربي تبتي، تعود الكره من هناك لصالح الشبيبه عن طريق بن يوسف، الشيء الايجابي في شبيبه القبائل هو ان الفريق لا زال يلعب من اجل اضافه اهداف اخرى رغم انه متفوق بهدفين مقابل، وهذا هو الامر المطلوب في مثل هكذا مباريات. فرانك دوما الآن نشاهد البسمة على محياه بعد أن كان قلقا في مختلف أطوار المباراة، الشبيبة متفوقة بنتيجة هدفين دون رد بعد مرور 83 دقيقة من زمن المرحلة الثانية، والمباراة كرة دور كما ينبغي بين عناصر شبيبة القبائل التي تتجه لتحقيق الانتصار العاشر لها في هذا الموسم، والصراع سيزداد حلاوة على اللقب بين شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، وهو كذلك سيف الدين بن زردة بعد نبقى نقول هذا بكل تحفظ. إلى غاية الآن الفارق تقلص إلى نقطتين بين الشبيبة والمتصدر اتحاد العاصمة، كرة لصالح الشبيبة، عودة إلى الخلف أين يتواجد سعد نبيل، سعد نبيل شتي إلياس، شتي إلياس فيستون يحاول التسديد، يبحث عن الثغرة للتسديد ولكن كورتو تروح مباشرة إلى 5 أمتار و50، مثلما كانت مباراة في روح رياضية طيلة 85 دقيقة، نتمنى أن تبقى في الروح الرياضية في الخمس دقائق المتبقية. كرة طويلة، البحث عن فيستون أو أوتشي، كرة سهلة للحارس نجيب غول، على الأقل اتحاد بن عباس يبحث عن تقليص النتيجة، لكن الشبيبة تلعب بإرادة كبيرة متحكمة في زمام الأمور. سوغر، سوغر في الوسط ينتظر المساندة، تأتي له من هناك من العربي تبتي، أرضية ميدان زلجة بعد تهاطل الأمطار اليوم على مدينة سيدي بالعباس في بعض الأحيان تعيق مسار الكرة، 5 أمتار و50 لصالح الشبيبة، حمرون
مسجل الهدف الأول في هذه المباراة. يمرر من هناك ناحية بن شعيرة، لكن تعود الكرة للحارس نجيب غول. شوف هنا فيه بعض من المجازفة، ونحن نلعب الثواني أول والدقائق الأخيرة من زمن هذه المباراة بين اتحاد بلعباس وشبيبة القبائل. تبقى تفصيلنا حوالي 3 دقائق على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة. إذن الكرة من هناك في الوسط، العربي تبتي مرر ناحية سوغر، سوغر من هناك ناحية بلحول، والحكم نسيب. ماذا يقول الحكم نسيب؟ خطأ لصالح اتحاد بلعباس على مشارف منطقة العمليات، خطأ لصالح الاتحاد. إذن خطأ لصالح الاتحاد من نفس الزاوية اللي كان سجل فيها اللاعب حمرون في المرحلة الأولى، من نفس المكان. هل سيتمكن الاتحاد من تقليص النتيجة في هذه اللحظات؟ هل سيتمكن الاتحاد من تقليص النتيجة في هذه اللحظات ونحن نلعب الدقيقة 88 من زمن المرحلة الثانية والمباراة؟ مخالفة، حائط بشري يتكون من 7 أو 8 لاعبين من وراء الكرة. نجد سوغار تابتي، سوغار من يتولى التنفيذ، ثم بن عياد يبحث عن التسديد، ولكن كورتو لم تشكل خطرا على مرمى الحارس عبد القادر صالحي. هناك كانت هناك رايه، وجود وضعيه تسلل، كان هناك تسرع نوعا ما في تنفيذ الكره الماضيه. جمال بن شادي، طبيعة الحال يعني كما تكلمنا دائما الجانب النفسي اللي خلى اللاعبين ينقصوا من الاداء تاعهم، وبالخصوص بعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني، وين الفريق رجع نوعا ما وما عرفش كيفاش يلقى الحلول المناسبة لتعديل النتيجة. ولكن لو بادر بكثافة وزاد يعني دار ثقة في النفس، ممكن جدا كان يصل إلى مرمى شبيبة القبائل. لهذا صعب هو الفريق بحد ذاته، صعب المقابلة عليه، اللي خلى حتى اللاعبين تاع شبيبة القبائل يلعبوا بارتياح ويلعبوا بثقة في النفس، وزادوا ضافوا الهدف الثاني اللي خلى المقابلة أصعب أكثر. لكن لازم 4 دقائق كوقت بدل ضائع والتوزيع من هناك، لكن الدفاع يتدخل. 4 دقائق كوقت بدل ضائع لهذه المرحلة الثانية، ونحن نلعب اللحظات الأولى من زمن هذا الوقت بدل الضائع. كرة لصالح باللبنى، باللبنى يبحث عن التوزيع من هناك، تبقى دائما الكرة لصالح الاتحاد والتسديد. الكرة تجانب العمود الأيمن للحارس صالحي بعد تسديدة ممتازة من المدافع عبدلي عبد الرحيم. شاهد هنا الإعادة، كيفية استقبال الكرة، كيفية التسديد، لكن المتابعة لم تكن بالكيفية اللازمة من اللاعب مصمودي بوعلام. كانت فرصته يعني تضاف يعني تسجيل الهدف، ولكن ما عرفوش وتقلقوا. على كل حال انا في نهايه المقابله، 3 دقائق على نهايه المقابله، اذا نجم نقدر نقول بان الشبيبه ادت ما عليها واستغلت فرصه أزمة اتحاد بلعباس ومشاكل اتحاد بلعباس للعودة ب3 نقاط. هذا لا يعني بأن اتحاد بلعباس ما عندهاش فريق أو ما عندهاش لاعبين، بالعكس كان من إمكان وكان كان فيه يعني تحرر، كان فيه تحضير نفسي جيد، كانوا يؤدوا يعني مقابلة وما كانوش يعني يخسروا بها. أنا نظن ما
لازمش نفقد الامل، نبقى دائما في تحضير المقابلات اللي راهي جايه اللي تكون عندها اهميه كبرى، ونحضر بشكل جيد حتى يتمكن من انقاذ الفريق اولا وقبل كل شيء. إذن الكرات الأخيرة لصالح شبيبة القبائل، شوف نقلات وتمريرات، عودة الكرة ناحية بن يوسف، بن يوسف من هناك بليلي، أمير بليلي والتوزيعة، لكن الدفاع حاضر في اللقطة الماضية، وتبتي العربي كورتو ما توصلش لبن الأحول. الجولة المقبلة فريق شبيبة القبائل سيواجه فوق أرضية ميدانه فريق جمعية عين مليلة، بينما اتحاد بلعباس سيتنقل إلى مدينة وهران في لمواجهة مولودية وهران في ديربي الغرب. محاولات الأخيرة لصالح اتحاد بن العباس، تبقى تفصيلنا حوالي دقيقة أو أقل من دقيقة على نهاية هذه المرحلة الثانية، والوقت بدل الضائع من زمن هذه المباراة التي تفوقت فيها الشبيبة بنتيجة هدفين دون رد إلى غاية الآن. نحن نلعب الثواني الأخيرة، شوف هنا يعني الكرة الدور بين عناصر شبيبة القبائل، وفي هذه الأثناء الحكم السيد نسيب يعلن على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة بتفوق شبيبة القبائل بنتيجة هدفين دون رد. الهدفان حمل توقيع كل من حمرون رزقي في الدقيقة 43 وكذا اللاعب الغربي في الدقيقة 68. نعم سيف الدين، معي مساعد المدرب مراد كعروف. مراد كعروف، أولا قبل كل شيء مبروك عليكم الفوز، يعني نتيجة فوز ثمين حققته شبيبة القبائل، الآن راكم نقطتين على فريق اتحاد العاصمة. احنا على كل حال شكرا انا اول كل شيء نشكر اللاعبين اللي ادوا مقابله في المستوى، كانوا مضبطين في الملعب، من ناحيه تكتيكيه كنا احسن من فريق بلعباس من كل نواحي بدنيه ولا نفسيه ولا تكتيكيه. هذا يرجع بالعمل اللي انا نخدموا فيه كل اسبوع هذا، والحمد لله انا في تحسن ملحوظ، وان شاء الله نكملوا في هذه المسيره هذه، الشبيبه تعود الى مكانها ان شاء الله. حد موفق مراد. اذا طه، كان هذا تصريح المدرب المساعد مراد كعروف حول هذا الفوز لفريق شبيبه القبائل. اذا وهو الانتصار العاشر لشبيبه القبائل في هذا الموسم، الشبيبه ترتقي او تزيد في رصيدها الى المرتبه او الى الرصيد 35 نقطه، تبقى دائما متشبته بمركز الوصافه وتقلص الفارق عن المتصدر فريق اتحاد العاصمه الى نقطتين. شوط ثاني شهدنا فيه تسجيل هدف ثاني لصالح شبيبة القبائل في الدقيقة 68 عن طريق بالغربي. لو نقيم هذه المرحلة الثانية باختصار جمال بن شادلي، واش نقول عن المرحلة الثانية؟ يعني في المرحلة الثانية ولو بعجالة، يعني نتكلم عن الشوط الأول، كان متكافئ ما بين الفريقين، ولو ان كانت الكفه نوعا ما ترجع للاتحاد العباس وما قدرش يسجل الاهداف. في الشوط الثاني رغم ان تغيير النتيجه، تغيير يعني بعض اللاعبين، يعني ادخال اللاعب بالحوا وسوغر ورجع الفريق يلعب ب 4-3-3، رغم هذا ما قدروش يوصلوا الى تسجيل هدف التعادل. بالعكس كان فيه اخطاء كثيره وفيه عدم تركيز
التركيز اللي خلى الفريق ما يكونش فعال في الاداء تاعه. وجاء الهدف الثاني تاع نشوف فيه يعني تاع شبيب القبائل وين زاد صعب الماموريه على فريق اتحاد العباس. ولكن الشيء اللي لاحظته كذلك هو ان بعد 15 دقيقه تقريبا الهدف تسجل في الدقيقه 67 بعد 20 دقيقه تقريبا من انطلاق الشوط الثاني فريق اتحاد العباس استسلم تماما لمصيره وتقبل الهزيمه بشكل غريب جدا. يعني هنا التحضير النفسي والمعنوي مهم جدا لمثل هكذا مباراه. حقيقه هنا من مطلوب ان اللاعبين ما نقولوش المدربين، المدربين يقوموا بالعمل تاعهم في ما بين يعني الشوطين وكذلك اثناء الحصص التدريبيه، ولكن اللاعبين لازم يكونوا في المستوى للتاقلم مع المقابله وبذل مجهود اكبر وبالخصوص المجهود النفسي، لان انخفاض الريتم، عدم المبادره، ترك مساحات كبيره على مستوى وسط الميدان خلى شبيب القبائل يظهر اقوى، ولكن بالعكس ما كانش تفاوت كبير في المستوى. الاداء تاع اتحاد العباس في الشوط الثاني وفي بالخصوص في ال 20 دقيقه 25 دقيقه الاخيره خلى شبيب القبائل كانه يسيطر على المقابله. هذا يعني الشيء اللي خلى فريق اتحاد العباس ما يقدرش يرجع في النتيجه. انا نهني فريق يعني شباب تيزي وزو شباب القبائل وحظ سعيد لفريق اتحاد العباس في المقابلات اللي جايه، وانا نظن عنده امكانيات باش يحقق البقاء بشكل كبير جدا. اذا شبيبة القبائل اليوم تبصم على الفوز العاشر لها في هذا الموسم، وفريق اتحاد بالعباس يسجل الانهزام الثامن له في هذا الموسم. نتمنى حظ موفق لاتحاد بالعباس وشبيبة القبائل فيما تبقى من مشوار البطولة. هذه كانت اللقطات المباراة والمحاولات الخطيرة من الجانبين. إذا أشكر المحلل والمدرب جمال بن شادلي الذي شاركني في التحليل الفني على هذه المباراة، كما أشكر زميلي سيف الدين بن زردة، وكذلك أشكر الطاقم التقني لمحطة وهران بقيادة المخرج مصطفى حسيني الذين ضمنوا وسهروا على ضمان هذا النقل المباشر. مشاهدينا متابعينا تقبلوا تحيات محدثكم طه شعبان، الموعد يتجدد وإياكم في المواعيد الرياضية المقبلة إن شاء الله. سلام.